السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية إضافة رابط حسابك في الفيسبوك لحسابك في التيك توك علشان تسهل على المتابعين في التيك توك الوصول لحسابك في الفيسبوك. الطريقة سهلة جدا وبسيطة. أولا هنروح على حسابنا في الفيسبوك ونجيب رابط حسابنا، وعلشان ننسخ رابط حسابنا في الفيسبوك بنفتح الفيسبوك زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، وبندخل للبروفايل أو الملف الشخصي الخاص بينا على الفيسبوك عن طريق الضغط على الصورة الشخصية للحساب اللي موجودة في أعلى يمين الشاشة. عندنا هنا جملة بما تفكر موجود جنبها صورة البروفايل، بنضغط عليها بيفتح معانا البروفايل الخاص بينا على الفيسبوك. عندنا هنا تلات نقط افقيين، بنضغط على التلات نقط الافقيين بيفتح معانا الصفحه دي. بننزل في الاسفل عند خيار نسخ الرابط بنضغط عليه، وبالتالي بيتم نسخ رابط حسابنا على الفيسبوك. دلوقتي هنروح على التيك توك، ورجعنا مره تانية لحسابنا على التيك توك علشان نضيف رابط الحساب اللي احنا قمنا بنسخه من الفيسبوك. بنضغط على خيار الملف الشخصي اللي موجود في اسفل يسار الشاشه، بيفتح معانا الملف الشخصي الخاص بينا على التيك توك. عندنا هنا خيار تعديل صفحتك، بنضغط على تعديل صفحتك بيفتح معانا الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا. وعلشان تضيف رابط الفيسبوك بتضغط على خيار موقع ويب، خيار موقع ويب بتضغط عليه بيفتح معانا الصفحه دي. بنعمل هنا لصق لرابط الفيسبوك اللي احنا قمنا بنسخه، وبنعمل لصق زي ما احنا شايفين، وبنضغط على خيار حفظ اللي موجود في اعلى يسار الشاشه. ودلوقتي تم إضافة رابط الفيسبوك زي ما احنا شايفين بجوار موقع ويب. هنعمل رجوع وبنجد انه بالفعل تم إضافة رابط حسابك على الفيسبوك. دي كانت الطريقة. لو حابب تعرف معلومات اكتر عن تيك توك وعن كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. وشكرا جزيلا على المتابعة.